ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل، أمل لتنمية اجتماعية وعدالة بين الجهات. رأيتها خدمة المجال التنموي والمجال الصحي والمجال الثقافي والتعليمي. يعني انطلقت يعني في ماي 2011، يعني الآن تقريبا عندها عامين يعني من العمل. كان عندها يعني تدخل يعني في عديد المجالات. كانت حاضرة في الثورة الليبية لإغاثة إخوتنا الليبيين في الجنوب. كانت حاضرة في غزة، يعني مشات يعني قافلة في 2011. كانت حاضرة في عين دراهم، يعني في الموجة نتاع البرد اللي عرفتها. انطلقنا في رحلة العطاء، كان الخير يمطر من السماء، لنصل إلى المخزن الذي احتضن مساعدات إنسانية جمعتها جمعية أصدقاء تونس والبوعزيزي بفرنسا. معدات طبية وشبه طبية، أسرات وكراسي متحركة وأغطية وأدوية، سترسل كلها إلى 5 مستشفيات، أولها مستشفى القصاب بمنوبة، ثم يأتي لاحقا دور مستشفى الرابطة والمستشفى الجهوي بطبربة وباجة وجندوبة. فيها تقريبا ما يقارب عن 25 سرير طبي قيمة عائلة عالية ورفيعة، فيها ما يقارب 54 كرسي متحرك. الكلفة الجمرية متاع هذوما تقريبا بالنسبة للأسرة بما يعادل من 6 إلى 7000 دينار الكرسي، دونك تقريبا ثم ما يقارب 175000 دينار بالنسبة للأسرة، ما يقارب 10000 دينار بالنسبة للكراسي المتحركة. عندنا زاد ماتيريال باراميديكال، مواد صحيه، ادويه وعديد الادوات الطبيه الاخرى. مبادره تحمل في طياتها نورا يشع سيدفئ ليالي المستشفيات البارده، حتى وان كان خفيفا لن يضيء الا زاويه من زواياه. نحن عندنا شارج كبير على المؤسسه، الناس كلها تجينا من كافه انحاء الجمهوريه، باللي نوفروا الماتريال ديما نحن ناقصين، ولهذا نحن بالاقتراح نتاع جمعيه امل وبالتنسيق مع جمعيه البحث والتكوين العلمي الممرضين بمعهد القصاب، تعاوننا معاهم وهما مدونا بهذه الاعتمادات الكل من لي زاكسيسوار اللي تخص المؤسسه الكل، بالخاص او بوينت فيو رينيماسيون وشيرجيكال بلوك اوبيراتوار والنقل معدات لنقل المرضى وأسرة كيف حتى نحن عددنا عنا نقص في الأسرة. خدمة الإنسانية وإنقاذ من يحتاج ليعيش لحبة دواء أو لدفء غطاء، فالوضع في المستشفيات لا يزال يتنفس بصعوبة، يحتاج هو الآخر إلى الأكسجين ليعيش. أكثر حاجة ناقصة في معناها في السبيطار هي الفروشات، ما عندناش فروشات. ما قداش مرة نجي عندي موعد نمشي ونجي نسكن في القروة نكسر كرب ب 70 دينار ونمشي ونجي وكل، يا أخي يقولوا لي ما فماش فرش وكل، تراسيلي نعاود نروح. سيرفيس الماكلة شوي فهمني، الماكلة مش هي فهمني، ودويات ناقصين. فما دويات ساعات ما نلقاوهمش هنا بحكم الخدمة بحكم الضغط بكل شيء، ساعات يوفى عليهم هما زاد عندهم الحق. أما تبقينا هما مقصرين بحد شيء الحمد لله. الأكيد أن هذه الإعانات تعني الكثير للمرضى، لكنها لن تكفيهم جميعا. اجتهاد مكونات المجتمع المدني لتحسين الوضع في المستشفيات وتطوير المعدات الطبية يبدو أنه ليس كافيا لسد الفراغ الذي تتحمله وزارة الصحة، فتحسين الوضع في المستشفيات يقتضي تكاتف جهود كليهما. أميرة ذوادي، قناة المتوسط، من معهد القصاب للكسور، تونس.